بمناسبة الاحتفال بالذكرى 15 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح تامك خلال كلمة ألقاها بالحفل أن المندوبية حريصة على تكريس البعد المحلي في تدبير الشأن السجني وجعل المؤسسات السجنية في صلب المخططات التنموية على المستوى الترابي من خلال إحداث شراكات مع 11 جهة. الذكرى تعد مناسبة لتأكيد انخراط المندوبية العامة في مسلسل التنمية والإصلاح بالأقاليم الجنوبية، وذلك من خلال افتتاح هذه المؤسسة الجديدة بمواصفات عصرية تستشيب للمعايير الدولية على المستوى الأمني وعلى المستوى الإدماجي. الموعد السنوي يشكل محطة متجددة لتكريم موظفي قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، ومناسبة للوقوف على ما تحقق من منجزات ومكاسب واستشراف المشاريع المستقبلية المنشودة ورفع التحديات المنتظرة. تخليد هذه الذكرى كذلك هو مناسبة للاحتفاء بالموظفين والاعتراف بمجهوداتهم وبتضحيات الجسام التي يقدمونها. كما تم خلال هذه التظاهرة تقديم عروض حول الدفاع الذاتي ومعاملة الفئات في وضعية هشاشة داخل المؤسسات السجنية.